سؤال يعني وجه لي في العديد من المرات، وفي بداية التسعينات يعني أثار الكثير من الجدل، لأنني كنت قد يعني وصفت هاد الأشخاص الذين ينتقلون من جنس أدبي إلى آخر يعني بتقافز الأكروباتي يعني، وكانت في شهادة أو مقالة في هذا السياق في هذه الفترة. ولكن أنا يعني مع حرية أن يكتب أي شخص في الجنس الأدبي الذي يختاره، ولكن من منطلقات فكرية وفلسفية يعني تبرر هذا الاختيار. أنا يعني عندي ككاتب للقصة القصيرة العديد من يعني الأسانيد التي تبرر هذا الاختيار الوجودي والجمالي والأدبي بالنسبة لي. يعني كشخص لا يؤمن كثيرا بالمؤسسة، كشخص يريد أن يعيش على هامش التاريخ، كشخص يؤمن بأنه صوت الفرد لا صوت الجماعة، يعني كل هذه المبررات هذه ممكن أنها يعني تكون هي السند ديالي في اختيار هذا الجنس الأدبي دون غيره، والوفاء له بنوع من الإخلاص الحديدي. أيضا واحد المسألة مهمة بالنسبة لي، أنني منذ الصغر كنت دائما أتمنى أن أكون يعني مثل واحد الأسماء كنت أقرأ لها في جغرافيات مختلفة، إلى أن أتى وقت وأصبحت أشارك مع هذه الأسماء وألتقي بها وأصبحوا أصدقاء، مثل مثلا الكفراوي الله يرحمه، مخزنجي، محمد خضيار، هذه الأسماء هذه التي أحترم تجربتها في كتابة القصة القصيرة وظلت وفية في أغلبها لهذا الجنس. لا، أنا في تقديري ماشي الأمر لا ينسحب فقط على الشعر، بل أن المغرب عنده واحد الوضع خاص من ناحية تاريخية ومن ناحية ثقافية بالنسبة لبقية الأصقاع الأخرى. فدائما ما ينظر واحد النظرة في تقديري نظرة انتقاصية للمنجز المغربي. وأيضا يعتبر المغرب كما قال الأستاذ عبد الله العروي واحد الجزيرة داخل هذه الجغرافيا العربية، لأن هذه الجزيرة دائما ينظر إليها بريبة، ومن هنا تجي داك دائما داك المراقبة ديال الآخر للمغرب، تجي دائما أنه داك المفاجأة التي تحدث للآخر عندما يحقق المغرب نجاحات في صعيد ما إلى غير ذلك. وده أيضا تأتي أيضا الغيرة، أنه هذا الجزء يعني من الجغرافيا الذي لا يتوقعون منه شيء يحقق واحد الصدى واحد النجاح معين، الأمر ينسحب اجتماعيا وسياسيا وثقافيا إلى غير ذلك. لذلك فعندما ستحدث واحد النهضة لابد أن تحدث في كل الأجناس الأدبية، ولابد أن تكون هذه النهضة أنا في تقديري نهضة مؤسساتية. لأن مثلا مصر في فترة الستينات وفترة السبعينات عندما أرادت أن تتسنم قيادة الثقافة في العالم العربي كان هذا خيار سياسي، وكان هذا خيار رصدت له أموال ورصدت له مؤسسات ومتاحف ومسارح ومجلس أعلى الترجمة ومجلس أعلى الثقافة إلى غير ذلك. إذا نحن نتساءل هنا في المغرب، لماذا لا يوجد عندنا مجلس أعلى الثقافة؟ لماذا ما تقوم به وزارة الثقافة يبقى مشاريع بئيسة وعبارة عن ريع يقدم للآخرين، بينما التصور المؤسساتي للثقافة كأجناس وكأنواع وأيضا الثقافة في شموليتها لابد أن يكون له رؤية استراتيجية. بالنسبة لي أن التجريب ليس يعني وصفة جاهزة خاصة يعني ممكن تعميمها على الجميع. التجريب هو واحد الورشة، واحد المشغل خاص بواحد الكاتب، فهذاك الاشتغال ديالو أو داك الكدح ديالو داخل ذلك المشغل يؤدي به إلى التماس مع وتائر دي فريكونس. يعني في كل مرة هاد الوتائر تنحو واحد المنحة معين، إما في اتجاه مثلا الفوتوغرافيا أو اتجاه التصوير أو اتجاه التاريخ أو اتجاه مثلا الموسيقى أو غير ذلك. فهاد الكتاب الأخير الذي أشرتم إليه كان واحد الاشتغال على فكرة السيرك، وأعتقد أن هذه الفكرة غير مطروقة في السرد
العربي سواء القصير أو الطويل. وأيضا على فكرة تخيل الحيوان، ولكن تخيل الحيوان من واحد الزاوية مقلوبة، يعني تمثلت ما وصلت إليه تخيل الحيوان في التراث العربي، وقمت يعني بانطلاق من واحد النقطة جديدة النظر إليه. فمونولوجات التي تقوم بها الحيوانات داخل هذا السيرك الخيالي، فهي التي تتقمص الأدوار، ولكن بطريقة مضادة لما رأيناه في كليلة ودمنة. وأيضا في واحد الاستعارة في النظر إلى العالم والنظر إلى الكون. فأنا يعني في هذه الفترة كنت أنظر إلى ما يحدث كأنه سيرك خيالي نقوم فيه بأدوار لا نعرف من يحرك من. فهذه الأدوار هذه غالبا أدوار غبية، وأدوار فيها الكثير من البلاهة والكثير من الحماقة، فيها الكثير من التفاهة. إذن فما نعيشه الآن يعني أنا أراه كسيرك، وهذا السيرك هذا أبوابه مفتوحة ويتركون الجميع يدخل ويقوم بما يريد أن يقوم به داخل هذا السيرك اللي هو سيرك سوريالي مجنون، ولا يوجد فيه ضابط ولا حاكم. هو يعني هذا الانفتاح، التخاصر، التحايت مع مجموعة من الفنون الأدائية أو الصوتية أو الإيقاعية أو الكتابية أيضا، فهو تدخل ضمن واحد التصور اللي سميته أنا يعني سميته الإنشاءات القصصية في الفراغ. فبحال الانستالاسيون بغيت نعمل، يعني أنني نشتغل على واحد المجموعة ديال الفنون داخل واحد المتحف خيالي، وفجأة نخرج من ذلك المتحف إلى ساحة المتحف لنصل إلى إنشاءات في الفراغ. لأن بالنسبة لي أنا كاين واحد الإهمال للجزء المخصص للفراغ في الكتابة، كما في الفراغ في اللوحة، وأنت أدرى بهذا الأمر هذا. فهذا البياض ليس مساحة خالية، أنا في الرأي ديالي كنت دائما أبحث عن هذه الأراضي الخالية غير المطروقة، هذه الأراضي البكر التي لم يصل إليها أحد والتي لم يكتشفها في المنطقة السردية. وهناك كنت أريد أن أشتغل لأحقق هذا الإنشاء السردي في الفراغ. لذلك فهذا الفراغ بالنسبة لي أنا لا أعتبره، تعتبر نوعا من الملأ ونوعا من الإغراء القابل للبحث والاشتغال. كاين واحد الحفر لابد أن يتم هناك. لذلك أنا سميت نفسي دائما في بعض الشهادات أو في السيرة ديالي النظرية بأنني مستأجر الفراغ، يعني أبحث دائما عن مناطق فارغة في الكتابة السردية لأستأجرها وأقيم فيها لحين.